عجيب يا فلامينغو او النحام الكبير باللغه العربيه او الفنتير بالكويتي، هو من طيور الكويت اللي كانت تفرخ بالكويت بصفه دائمه في بوبيان. في تقارير الى سنه 1930 كانت تفرخ من طيور الكويت المقيمه، من اجمل طيور العالم، وهو طبعا لا رقصه تسمونها الفلامينغو مشهوره بالعالم. احلى وقت تبي تشوفونه اذا كان في مد عالي في المناطق اللي هي منطقه صليبيخات او الجهره، راح يقرب عند الجال. انا بحب صراحه طيور الفلامينغو وبتابعها دائما، هجرتها ووصولها. طير جميل حلو، بيكون موجود على شواطئ الكويت في منطقة الصليبيخات، يعني على الشواطئ الساحلية. طريقة طيران الفلامينغو بأسراب مبدعة جدا، يعني بتحس الطير يقفز على الماء وفي ريفليكشن تبع رجليه. اليوم الفلامينغو تكون منتشرة في شواطئ جون الكويت وتمتد إلى لغاية محمية الجهرة. طبعاً ألوان الفلامينغو عندنا تختلف على حسب أعمارها. أعمارها يعني اليوافع تكون لونها رمادي، ولما تكبر وتبلغ تكون لونها مائل إلى الوردي. طبعاً الغرض من تغيير اللون هو النظام الغذائي اللي تغذى عليه. معظم الفلامينغو يأكلون القشريات، الروبيان والأنواع السرطان البحر اللي هو موجود، وهذه تعطيهم تنعكس على الصبغة الوردية اللي موجودة في جسمهم.